انه كان في لقاء مفتوح ما بين السيد رئيس الجمهوريه والرئيس السوداني عمر البشير بعد وصول الرئيس البشير للقاهره مباشره. ويعرفكم طبعا يعني الامور دي بتبقى تقليديه واللي بنعرفه قليل، انما مجرد انه يكون في لقاء ما بين زعيمين بهذه الاهميه يعني او على هذا المستوى، دي بتبقى عاده مش امور بروتوكولات تقليديه، يعني مش مثلا توقيع اتفاقيه ولا لا بيبقى في قضيه محتاجين ان هم يتاكدوا من ان في تطابق وجهات النظر فيها. وكالمعتاد يعني في لما بيكون عندنا ضيف رفيع المستوى وله تقدير خاص زي الرئيس البشير، شفنا حضراتكم انه كان في يعني احتفال شعبي خاص، احتفاليه الاسره المصريه، احتفاليه الاسره المصريه، والحقيقه كانت مبهجه جدا، وكان الكلام يعني على بعضه كده بيؤكد على نفس المعاني اللي احنا متعودين عليها.